البنات اللي تزوجوا قبل ابوهم وما يشتغل. لا تخصم ايضا زواجاتهم. طب هو يعني الان رتب من الان، في بنت تزوجت والثانيه لم تتزوج، اذا ابو البنت التي لم تتزوج جاء الان وقال يا بنت انت لم تتزوجي وانا خايف اموت، يا بنت خذي 100,000 جنيه كما اعطيت لاختك التي تزوجت وتزوجي به اذا مت، اذا فعل ذلك لا اشكال وهو عدل، لكن اذا مات دون ان يفعل خلاص المال مال ورث كل واحد ياخذ. هل يطلع لها زواج يا شيخ ولا لا؟ لا لا مش لا بالهمزه، لا لا. السلام عليكم. عليكم.